حب نهرب من الواقع نهرب وين القلب إجابة برشا سؤالات والجواب وسط الغابة نكتب كلامي على الوراق باش همومي سكت نعرف ما هوش دواء ميكومام حل مؤقت خطر كيف نعجز السيلو يكتب هو الوحيد يعرف قلبي شنو يحب هذه رسالة مكتوبة بالدم على ورق حسين إلى متى بربي قل لي وين ماشيين كل نهار يزيد كل ما تزيد أوجاع شوفوا في الظلم وسكين العرب حق وضاع أحلام وطارت كل اخبار بين رياح الشر صوتو ماهوش مسموع كيف القدرة في البحر يا مصر نطالبوا باش ترجع القدس وفلسطين واليوم نسينا الدين ولينا محكورين خطوة ما تستغربش شنو يصير ما دمنا صامتين خاطر رزقتنا وقت عطونا بالإرهابيين فما دفوا استهزاء على رسول الكريم دي كاريكاتير ما تفهمش زادوا عملوا فين باسم الحرية مسونا وعصونا بالصبات زادوا ضربونا وتهمونا هافم هو مطوغا مأساة ولينا عبيد بين يدي اليهود حكام نساوي خالتها تراب وجود حقوق الإنسان ويلي تجسر في كل مكان خواتنا في غزة في سوريا في بورما وشيشان نفاق بان سيد الإعلام يغطي في اللي صاير مازالوا ماريونات كلها تمشي بالأوامر احنا عادي نموتوا عادي كيف المبكات وما تتقلب بخاطر كلب إسرائيلي مات سرقوا منا الغيرة على الإسلام فينا بالهم وين الفعل فما كان كلام كيف حرقوا القرآن العرب قاموا والدمعة على الخط تسيل كيف غضبنا بدلنا تصويرة بروفيل هذا الفرق جرة السياسة والمناصب حكمنا العرب باعوا القيم للغرب وللمكاسب بعد تشوف الرسل تاع في المجتمع العربي تولدنا بين العلماني واللي ما يمنش بربي برناك مونتاليتي وثقافة الغرب ضاعت القيم بين الحرام بين الزنا والشرب بين العراب بين السهريات والاقمار ما عادش فرق بين المسلمين والكفار وقتاش ضمير الامه باش يفيق ويرجع نتمنى قبل ما نموت نشوف رايه الاسلام هي اللي ترفع هذه رساله للي نعطونا بالارهاب شكون عمل الحروبات وشكون تسبب في العذاب شكون اختل واحتل تعدى القوانين ضرب افغانستان العراق فيتنام وفلسطين استعطوا من ميس افريكا عبيد هذه العنصريه يبادل الهنود هذه الانسانيه اللي حكيتو ما يجيش واحد بالميه من الجرايم اللي خدمت مصالحكم السياسية مادام العالم كيف اللعبة تحكم فيه العرش تبني فيه والدجال تحضر له كرسي ماشي في بالهم هما فوق الكل نساولي عنا أقوى سلاح هو رب الكل